صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنوز مصرية. موضوع حلقتنا النهاردة مقسم لفقرتين. الفقرة الأولى هيكون معنا الضيف الشيخ محمود النمر، وهنتكلم عن عقوق الوالدين. الفقرة الثانية هيكون معنا ضيوفنا من أسيوط، وهنتكلم عن مبادرة مودة ورحمة. والآن تسمحوا لي أرحب بضيفنا اللي شرفنا ونورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا الشيخ محمود النمر، محفظ قران وامام وخطيب. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شيخ محمود، موضوعنا النهارده هو موضوع مهم جدا وفي نفس الوقت محزن جدا، وهو عن عقوق الوالدين. بيجيلنا رسائل وبيجيلنا شكاوي كتير قوي من الاهالي بيشتكوا من معامله ابنائهم ليهم واساءتهم. يعني على سبيل المثال بيجيلنا شكوى من اب بيشتكي ان ابنه طرده علشان يتجوز في الشقه. وبيجي لنا شكاوي ان بنت مامتها ودتها دار المسنين علشان زوجها مش عايزها معاه في البيت. ده غير بقى المشاكل بقى بتاعه الاطفال الصغيرين اللي هي حدث ولا حجر، زي مثلا تلاقي الابن مثلا يعلي صوته على والده، ممكن الام مثلا تكلم بنتها تبص تلاقيها دخلت ورزعت الباب في وشها، ممكن ان هي تبص لها نظره ما هياش هي. وطبعا كده بيبقوا قفلوا على نفسهم باب مهم جدا من باب الجنة. دلوقتي أنا عايزاك تعرفنا يعني إيه عقوق والدين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضياؤها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد، سلامي على من قال للناقة اشهدي قالت الناقة نعمي، سلامي على الممدوح في طه وياسين. إذا أردت أن تسأل عن رسول الله فسل عن رسول الله زراع الشاه، سل عن رسول الله العبر وشزاه، سل عن رسول الله الليل وضحاه، سل عن رسول الله النخل ونواه، سل عن رسول الله هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، هل بكت عين مثل ما بكت عيناه، هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، هل وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أما بعد، أسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، رسالة أوجهها للذين يشتمون آباءهم وأمهاتهم في الدنيا، رسالة أوجهها للذين يفضلون أزواجهم على أمهاتهم، رسالة أوجهها لعاق الوالدين. ما هو عقوق الوالدين بعد أن تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ عقوق الوالدين هو عصيان أمرهما، هو إغضاب الوالدين وعصيان أمرهما. اللي احنا بنغضبهم بنقول لهم كلمة وحشة، كلمة بذيئة، كلمة ما ترضهمش. ربنا قال ولا تكن لهما ايه أف ولا تنهرهما. حتى كلمة أف دي ما تتقالش. كلمة أف دي قال بعض العلماء بأنها عقوق. رسالة أوجهها لعاق الوالدين. صليت على حبيبك صلى الله عليه وسلم وقد كسرت هذه الكبيرة في الزمان الذي نعيش فيه، فالابن يشتم أمه وأبيه ويسب أمه وأبيه، بل وصل الحال إلى قتل الأب والأم عياذا بالله. وأنت صغير تتمنى لك أمك أن تكبر، وعندما تكبر أمك أنت تكبر تتمنى لها أن تموت عياذا بالله. يا من تجامل امرأتك على حساب أمك وأبيك، اسمع، اللي بتفضل مراتك عشان أمك، يا اللي بتجيب الفاكهة وتطلع من السلم البراني وتتسحب بالراحة علشان والدتك عملت معاك الحلو كله، أطعمتك وشريتك في بطنها 9 شهور واستحملتك، كنت بتتعب طول الليل كانت بتسهر بيك طول الليل. يا من تجامل امرأتك على حساب أمك وأبيك، عاق الوالدين لا يقبل الله منه صلاة، عاق الوالدين لا يقبل الله منه صيام، عاق الوالدين لا يقبل الله منه أمرا بمعروف، عاق الوالدين لا يقبل الله منه نهيا عن منكر، عاق الوالدين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. العاق يا دكتورة لا يوفق، العاق
ينزع الله منه بركة المال والأولاد والرزق، العاق الوالدين الذي يعق أمه وأبيه ما ده اللي كنت دايما في كرب ده اللي على كنت طول. هسأل حضرتك عليه. اللي بيعق والديه بيبقى له عقابين، عقاب في الآخرة نعم والعياذ بالله، وعقاب في الدنيا. أيوه حضرتك قال رسول بتتكلم الله دلوقتي عن العقوبة، في الدنيا العقوبة في الدنيا إيه هي؟ ومعي دليل. قال صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة. في حاجتين يا دكتورة لازما قبل ما نموت لازما نشوفهم على حبة عنب، بمعنى صح لازما هنشوفهم في الدنيا قبل الآخرة، هنشوفهم في الدنيا قبل ما نموت. ايه هما بقى؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة. في حاجتين اثنين لازما قبل ما تموت هتشوفهم، هما الظلم البغي، أي الظلم الظلم على الظلم قبل ما يموت، وعقوق الوالدين كما تدين تدان. اللي انت عملتيه فابوك وامك عيالك هيعملوه فيك. لذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: بروا ابائكم تبركم ابناؤكم. بالظبط كده. للاسف هم ما بيبقوش عارفين ان هم كده بيعلموا اولادهم عادات سيئه. كده الابن او البنت اما بيكبروا بيلاقي باباه او بيلاقي مامته ما بيكلمش والدته ما بيسالش عليها، اكيد هم كمان هيتبعوا نفس النهج. وللاسف نعم. هم ما بياخدش باله من حاجه زي كده. تمام. عقوق الوالدين، لو قدر الله والام توفت وهي غضبانه على ابنها، واحنا ليه اصلا هل بيقبل ربنا التوبه؟ نعم، يقبل الله على من تاب، لان التوبه تجب ما قبلها. بس احنا يا دكتوره خدي بالك، احنا ليه نخلي مامتي تموت غضبانه عليا؟ ليه؟ ليه نخلي مامتي تموت مش راضيه عني؟ طب ما نبرها في الدنيا، طب ما نحسن اليها، طب ما قال الله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ولا تنهرهما وكلهما قولا كريم. كريما، نقول لهم قولا كريما، قول لين، قول حسن، كلمه طيبه. وقال النبي: والكلمه الطيبه صدقه. دكتوره اذكر لك انسان كان ابر الناس بامه، هذا كان من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاه والسلام، عن عائشه رضي الله عنها ان الحبيب النبي قال: دخلت الجنة. اسمع بقى، النبي دخل الجنة فقال: سمعت قراءة. النبي دخل الجنة فسمع قراءة فين؟ في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ من ده؟ ده بيقرأ في الجنة، في قراءة في الجنة، من ده؟ قالوا له: حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع اسمه بس حارثة ابن النعمان قال: كذلكم البر، كذلكم البر. ليه؟ كان أبر الناس بأمه. شفت بقى بر الولدين دخلوا فين؟ دخلوا الجنة. وها هو موقف برضه لأحد الصالحين، أم إياس ابن معاوية لما ماتت أمه بكى بكاء شديدا، عيط حزن بكى بكاء شديدا. فقال له أحد الناس: يا إمام لما تبكي وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، أنت بتبكي ليه؟ بتعيط ليه؟ قال له: يا هذا أبكي لأن بابا من أبواب الجنة أغلق في وجهي. يبقى إذن يا جماعة بر أبويا وأمي هيدخلني الجنة. أنت عارفة دكتورة علماءنا يقولوا إيه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام علماءنا يقولوا بعد ما تصلي على حبيبك: إن النظر إلى الأب، شفت بقى اللي جاي، شفت الجمال والحلاوة اللي جاية، إن النظر إلى الأب بدون تبسم عقوق. مش بس كده، ده ساعات الاهل بيطلبوا من ابنائهم ان هم يعملوا لهم طلب ولا حاجه بيعملوه بس هم متضررين. نعم، ان استجابك لامره وانت كاره حتى وان فعلت هذا الامر عقوق، بمعنى صح حتى لو عمل الطلب اللي هم طلبوه عمله هو من جواه مش كاره مش هذا يسمى عقوق. ومعي دليل اخر، في ليله الاسراء والمعراج صليت على حبيبك صلى الله عليه وسلم، في المشاهد التي رآها الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما صعد به جبريل إلى السماء السابعة فوجد أناسا في النار، صلى على حبيبه: رأيت ليلة أسري بي أقواما، أقواما دي جماعة من الناس، رأيت ليلة أسري بي أقواما معلقين في جذوع من نار. هي في نار أهي وفي جزع جوه النار، هم بقى متشعلقين فينا دكتوره في الجزع. رايت ليلى اسري بي اقواما معلقين في جذوع من نار. فقلت، النبي سال:
مين دولت؟ مين هم؟ انت متخيله نار جحيم وفي جزع في النار، هم مش شعلقين في الجزع ده. فالنبي سال مين يا جماعه دي؟ مين دولت؟ قال هم الذين يشتمون اباءهم وامهاتهم في الدنيا. اللي بيسب ابوه وامه واللي بيشتم ابوه وامه، ده موقف في ليله الاسراء والمعراج. طيب هنا دكتور، طيب عشان بس وقت البرنامج يا شيخ محمود، انا عايزه حضرتك توجه رساله للابناء كده في كلمتين، ازاي ان انا ابر اهلي، ابرهم وهم عايشين وابرهم وهم متوفيين، في دقيقتين. ابرهم يا جماعه بالمعامله الحسنه، نسال عليهم، اسال عليهم واودهم، ان كنت انا قاعد مثلا في شقه بعيده عنهم اروح واجي عليهم بالاتصال، حتى اودهم اقول لهم كلمه طيبه، كلمه حسنه، ما نزعلهمش، لان امك وابوك اللي داخلوك الجنه، لان امك لو دعت عليك ما تخليش الدرجه توصل اللي امك تقول لك روح ربنا. عياذا بالله، بعض الامهات تدعي على ابنها تقول له روح ربنا حيرك، ده منتشر عندنا حدانا في الفلاحين، عندنا منتشر يقول لك روح ربنا حيرك. طب ازاي ابرهم بعد وفاتهم؟ اتصل عليهم، ادعي لهم بعد ما يتوفوا، الدعاء لهما والاستغفار لهما. ولو والدي انا كان لي صديق عزيز اوده وابره، ده كده احنا من بر ابونا بعد ما ماته. الا قال، عارفه يعني ايه دكتوره اكبر الكبائر؟ اكبر الكبائر، قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، اللي احنا نشرك بربنا، نعبد معاه اله تاني، ده مش موضوعنا. كنا ثم ما كنا ثم اي؟ قال عقوق الوالدين، يعتبر من اكبر الكبائر اللي ربنا بيعاقب عليه. الام رزق، نعم، ووجود الام في حياتنا رزق كبير، والرزق مش شرط يكون ان هو مال او ان هو يكون كنز او ان هو يكون وظيفه او ان هو يكون بيت، لا، الرزق ممكن تكون في دعوه امك ليك. تخيل ام امك تدعي لك، دي اعظم حاجه في الدنيا، اعظم نعمه في الدنيا. تخيل ما يكون عندك مشكله وتروح تقول لها انا عندي مشكله وتدعي لك. اقسم بالله، اقسم بالله، انا ساعات بيبقى عندي مشاكل كتير جدا، ساعات الانسان مش على طول على وتيره واحده، ساعات الواحد بيجي له تعب، ساعات بيجي له حاجات كتير او مشاكل كتير، مجرد ان انا اتصل بيها واقول لها بس يا امي انا في ازمه، ادعي لك، كل حاجه فتح. الله ينور عليك، الله ينور عليك. وبس برضه نحذر اللي مامتي تدعي عليا، انا خليها تدعي بس ما تدعيش ايه عليا. ليه بقى؟ قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على ايه اولادكم. شكرا يا استاذ محمود، شرفتنا ونورتنا، ووقت الحلقه خلصت، وقت الفقره الاولانيه خلصت، وبنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله هيبقى لنا لقاء تاني. جزاكم الله خير. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل نشوف تقرير اعدته لنا الزميله روان احمد، ونرجع لكم في الفقره الثانيه مع ضيوفنا ان شاء الله. انتظرونا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية في الفقرة التانية، وضيوف حلقتنا اللي شرفونا ونورونا النهاردة من محافظة أسيوط. معانا كابتن هبة رأفت، محمد قطب، صحفية ومحاضرة محاضرة تنمية بشرية، عضو هيئة مكتب أمانة الشباب في حزب حماة وطن، مسؤولة عن مبادرة مودة ورحمة للمقبلين على الزواج من ذوي الهمم. أهلا بك. ومعانا أستاذة شهدي سمير بخيت، مترجمة لغة الإشارة من محافظة أسيوط. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. النهاردة بنتكلم عن موضوع أو مبادرة اللي هي مبادرة مودة ورحمة. مبادرة مودة ورحمة اللي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة. مبادرة مودة ورحمة زي ما احنا عارفين إن هي هدفها هي رفع الوعي للشباب ذو الإعاقة أو ذو الهمم المقبلين على الزواج. تمام كده؟ تمام. طيب حضرتك ممكن تقول لنا دور حضرتك ايه في المبادره؟ اولا انا كدوري مترجمه لغه اشاره
واخده مركز اول على محافظه اسيوط، بيتم استدعائي في اي مكان، في ندوات، في هيئات حكوميه، في المحاضرات، في مع المحافظ، في اي مكان بحضر فيه كمترجمه لغات اشاره. وتم استدعائي من قبل هبه رأفت لحضور برضو الندوه، هي او المبادره اللي هي كانت عاملاها، كانت بتتكلم شويه او بتدعم ذوي الهمم وكده، كانت بترفع معنويات ناس كتير وبتقدم لهم مساعده، وانا كان دوري فيها كمترجمه لغه اشاره، كنت بوصل للناس ذوي الهمم المحاضره ازاي المقبلين على الزواج يتعاملوا بعد كده لما الزواج وكده مع اطفالهم، ازاي ينظموا حياتهم الاسريه، مش عارفه ازاي يتعاملوا مع الاطفال، ازاي لازم في قبل الزواج في تحاليل، في حاجات صحيه، فكل ده كنا بنتكلم فيه، وانا كنت بشرح لهم ده كله تمام، وكنت بترجم كل حاجه يعني، وهم تقريبا استفادوا جدا وكانوا فرحانين قوي بالمبادره دي. وفي حاجات كتير قوي يعني كدوري مش مع هبه بس، يعني في اعمال كتير قوي انا بعملها. استاذه هبه او كابتن هبه، قولي لنا دور حضرتك بقى ايه في المبادره. انا مسؤوله عن المبادره. تمام، حضرتك مسؤوله عنها من حيث ايه بقى؟ انت اللي حضرتك اللي بتستضيفي اللي انا بجمع، وانا اللي بجيب تطلعات من السبب يعني كده. طيب حضرتك سعيده بالمبادره؟ طبعا. طب ايه الخدمات اللي انت بتقدمها لهم بقى؟ ايه الخدمات اللي انت ممكن تقدمها لهم؟ تعملي لهم ايه؟ كهبه ولا كمبادره؟ الاثنين. عايزه تتكلمي كهبه، بتنصحهم بايه يا هبه؟ المقبلين على الزواج بتنصحهم بايه؟ يعني ازاي يتعاملوا في الجواز يعني. اللي هي بعد الجواز يعني بعد كده يتعاملوا مع ابنهم بعد كده. يعني الابناء يتعاملوا معهم ازاي؟ الابناء يتعاملوا مع الاباء بمعامله كويسه، برضو الابناء والاباء برضو يتعاملوا مع اولادهم معامله التحليل قبل الجواز. بالنسبه للتحاليل اللي هي قبل الجواز بتعتبر تحاليل مهمه جدا. ودي بقى علشان لان في بعض الامراض الوراثيه اللي هي ممكن تتنقل من للاجيال اللي بعد كده الابناء. فاحنا بنعمل التحاليل ديت عشان نتجنب، صح كده؟ عشان نتجنب الاحداث اللي هتحصل. لان بقينا 3 مليون معاك. 3 مليون معاك بالظبط كده. اللي هو يعني ممكن يشوف لو في حاجه هيقدمها مساعده، تحليل بتفيد. ايه هي الخدمات اللي ممكن بقى تقدموها؟ يعني اللي غير التحاليل. خدمات كمترجمه لغه اشاره؟ لا، بقدم خدمات كتير قوي، اي حد بيحتاجني في اي مكان، في الهيئات الحكوميه، في اي محاضره، في اي ندوه، في اي مثلا تدريب بيتم عمله، اي تدريبات حابه ان هي تتعلم او يتعلموها ذوي الهمم وكده، فلا بتلاقيني بحضر فيها، مش شرط بس مكان محدد او هيئات حكوميه فقط، لا حتى لو هو معاه مثلا مشكله شخصيه مع عائلته مع اهله مش عارف يتواصل معاهم، فانا كمترجمه من واجبي ان انا اوصل الفكره او اوصل هو حابب يقول ايه للناس، او حابب لان انا شفت معاناه وكده، يمكن لاني اهلي وكده من ذوي الهمم حقيقي، فعلشان انا اخدت معاهم بالممارسه والفتره اتعلمت لغه الاشاره. استاذه شهد، حضرتك كنت في الاول قبل ما تتعلمي لغه الاشاره وتتعلمي الحاجات دي كنت بتقدري تتفاهمي معاهم ولا اما اتعلمتي قدرتي تتواصلي؟ لا لا لا، يعني انا اتولدت كده تلقائيا اصلا، من انا وطفله اللي هو ايه، لا عارفه اتعامل معاهم وكده، وبعدين ممارسة والفطر معاهم وكده، فخلاص أخدت بقى لغة الإشارة دي يعني كمهنة وكبرضو ممارسة في البيت عندي. أستاذة هبة، أكيد قابلتك صعوبات وانتي بتعملي مبادرة. يوه كتير كتير. طب قولي لنا إيه الصعوبات اللي قابلتك؟ من ممكن التضامن يعني ما كان نستقلب بالفكرة. الفكره نفسها ممكن ما يكون الفكره نفسها ممكن ما يكونش حد متقبلها في الاول، بس حضرتك بقى قعدتي تنصحيه واقنعتيه. برافو عليك. ده لازم. برافو عليك. طيب ممكن تقول لنا برضو على موقف او حاجه صعبه قابلتك؟ موقف صعب قابلك؟ لما احس انه انا ببقى عايزه اقدم كل حاجه، يعني اللي هو ايه، ما بحبش اشوف حد مش عارف يتكلم من بعيد. اللي هو يعني في شخص حابب ان في مشكله معاه، بس انا عايزه اوصل لكل حد. عايزه اساعد اي حد، اللي هو انا مش عايزه اشوف حد في مشكله. لانه طب صعب ان انت ما تعرفيش توصلي للي قدامك. بيجيلك احباط بقى ساعتها ولا بتحاولي تاني؟ لا، ما عنديش حاجه اسمها احباط او استسلام.
ما عنديش حاجه اسمها فشل، ودايما لما بفشل فبعرف ان كده بدايه طريق فببدا. بس يمكن في صعوبات شويه ان انا بنت قريه، واللي هو يعني البنت والتقاليد والعادات بقى بتاعت القرى وكده، بس اتغلبت عليها وفي دعم كبير برضو من قريتي ومن اهل الناس كتير قوي يعني، واهلي اول حد، وهبه طبعا يعني. وهبه طبعا مدعمك. ماشي كابتن هبه، قولي لي امنياتك ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي اقابل ست رئيس هنفتح. نفسك تقابل نفسها تقابل سياده الرئيس. سياده الرئيس عبد الفتاح. طب لو قابلت سياده الرئيس عايزه تقولي له ايه؟ عايزه اعمل معاه لقاء. تعملي معاه لقاء؟ تعرفي تعملي لقاء؟ بجد؟ قولي انت كان نفسك تبقي ايه؟ ابقى مذيعه. مذيعه؟ ممكن سفيره. طب استضيفيني، اعتبريني بقى انا دلوقتي ضيفه عندك واستضيفيني. هنا قول هديك يلا دي على الهوا يا جدعان. ما انا عملتها قبل كده. تمام. وقت فقرتنا خلصت للاسف، بس كنت عايزه تقولي ايه بسرعه؟ حابه اشكر اي حد بيدعمني او بيشجعني. تمام. وانا كدوري او تواجدي هنا علشان اوصل للناس كلها واقول لهم ان انا معاكم في اي حاجه، وان انا مستعده اقدم اي حاجه واي مساعده لاي حد. وكمان احب اعمل فقره صغيره بلغه الاشاره برضو افهم الناس ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله. احنا بنشكرك جدا يا استاذه شاد، وبنشكرك جدا يا استاذه هبه، وانتم شرفتونا ونورتونا. بشكر جريده الحكايه اليوم لدعمهم ليا الكبير، وكمان دوري فيها كصحفيه وكبرضو مترجمه لغه اشاره والدعم، ويمكن لولا الجريده والاستاذ. بصراحه الكلام معاكم جميل جدا، وبصراحه الكلام بصي مش عايزه اقول لك، بس للاسف وقت حلقتنا خلص. كمان انا عايزه اذكر بقى. اشكري. عايزه اذكر في التنظيم اللي واقف جنبي. عايزه اذكر كل واحد قال لا. واحنا كمان بنشكرك ان انت شرفتينا، وبنشكرك يا استاذه شهد، وان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه باذن الله. اعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا، لكن كلامنا لسه ما خلص، وعلى وعد نلقاكم الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا.